الأحباء والأعزاء في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قناة جواهر السويس، أنا فين؟ الأبطال، تمام؟ أنا النهاردة في زيارة لمطعم أسماك الأبطال. ده يا جماعة سمك بنقز، الناس اللي عايزة تعرف شكل البنقز بعد ما بيتشوي، وهو طبعا من عائلة الشعور، وهي لحمها طيب وفي الشوي يا جماعه ان شاء الله هتعجبكم جدا. تمام ابو حميد، ازيك يا عم احمد؟ يا نجم حبيبي يا عم. طبعا يا جماعه ننساش الراجل ده، دور مهم جدا جدا في المطعم. ربنا يصلح حالك يا ابو. بتعمل ايه يا ابو حميد؟ بشرح يا عم. بتشرح؟ طب دي بتستحمل تشريح؟ هي عشان تشرب المارينيه. المارينيه وهتقليها ولا شويه؟ لا هتتقلي. هتتقلي تمام. تمام شباب يا جماعه، تقريبا عايز بتاع المنزله ده. جميل. ونيجي عند نجم النجوم وحبيب القلوب، ليك معجبينك والحمد لله. مش هكرر الموضوع ده، انت الحمد لله اصبح ليك دور وليك حاجه الناس لازم كل شويه يتفرجوا عليها. اللهم لك الحمد. بتجهز لنا ايه النهارده؟ ان شاء الله نعمل رز مدفونه. رز مدفونه بايه؟ كاليماري وجمبري. ويصلح برضو بسمك القرش. قول انت. يصلح برضه سمك يعني النهارده يا جماعه جمبري وكاليماري، هنعمل رز مدفون. لكن برضو من خلال خبرة الشيف ابراهيم هيقول لنا يصلح ليه نفس الخطوات بس البديل بتاع الجمبري والكاليماري. هنحط ايه يا ابراهيم؟ حط خنة، سمكة قرش. القرش لوت. سمكة دسمة. السمك الدسم لوت وحنشان. وحنشان ده حاجة جميلة جدا 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 طبعا. تمام. واقول لك على حاجة، ذكورة الكابوريا الكبيرة. تمام. صحيح. افصل الدماغ لوحدها والجسم لوحده وطلع طلع اللحمه. وطلع فيها. انت دلوقتي دي اول خطوه، بتجهز بصله عشان هتقليها عشان في زيت هشوحها. هتشوحها في الزيت لغايه ما تدبل. وعلى البوتاجاز يا جماعه بعد ما دبل شويه. ايه عباره عن سمنه وزيت ولا زيت بس؟ لا سمنه وزيت. سمنه وزيت وبصله فقط لغايه دلوقتي. بالظبط لحد دلوقتي مفيش اي اضافات ثانيه. لسه هنضيف. هنتابع الخطوات يا جماعه. اهم حاجه تيت 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 دي، مش خبطتين يعني. ممكن ينفع خبطه واحده يا ابراهيم؟ لا طبعا. ما ينفعش خبطه واحده؟ لا ما تنفعش، لازم خبطه. هتخش بايه؟ ده فلفل اسود. فلفل اسود؟ ده فلفل اسود. لازم. يبقى بصله محمره، السمنه والزيت، وضفنا اول حاجه فلفل اسود. وبعدين اضافه زبده زياده كمان. عشان يفلفل الرز، انا عارف. صح كده؟ صح كده. حته شويه مرق صغيرين. شوف انا اللي هقول لك، مش هتقول لي انا اللي هقول. مين اللي اتكلم؟ لا كمل. دي كزبره ولا ايه دي؟ والله ما اعرف. بسم الله الرحمن الرحيم. وكزبره؟ هتجيب حاجه سن التوم؟ سن التوم؟ اكيد 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 اكيد. حط بالسكه، هتحط حبهان ولا مش هتحط؟ لا هتحط حبهان. هتحط هيحط حبهان. قلب يا جماعه. طبعا يا جماعه بيشوح جمبري. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهز للتعبئه على طول يا جماعه. بسم الله تبارك الله. الف هنا وصحه على صاحبها يا جماعه. وصلنا للدرجه شيف ابراهيم. درجه الدبلان. بص يا جماعه، دبلت واحمرت. تمام. الله ينور عليك. هتفضل تضيف ايه بقى؟ دلوقتي هنبدا نضيف السبك. الكاليماري الاول. هتضيف يا جماعه كاليماري عشان بياخد سوا اكتر من الجمبري. تمام. كاليماري صغير ده. تقريبا كده 3 4 4 كيلو دول. دول على 2 كيلو ونص. 2 كيلو ونص كاليماري. هيصفوا على كيلو وربع تقريبا. النص بس. انت حطيت الكاليماري يا شيف ابراهيم. لحد بس ما تشد وتنزل الميه بتاعتها. يعني في الكشر يعني تاخد اخر اقصى حجم ليها. بالظبط. وتنزل الميه بتاعتها. حاليا بدات تقفل المسام بتاعتها. معايا كده. شويه كمان وتنزل الميه بتاعتها. تمام. وبالتالي هنضيف الجمبري. يعني انت مش ما فيش ميه لغايه دلوقتي يا جماعه خالص. لا لا ما نضيفش ميه. هو مجرد ما يحس ان الكاليماري وصل للدرجه اللي هو عايزها. هيبدا يتعامل بالخطوه الثانيه. نشوف ونتابع. كاليماري جمبري. دي واحده. كابوريا دكورة كبيرة الثانية، حنشان، والأخيرة سمك القرش. كل ده ممكن تعمل بيه نفس الخطوات اللي هتشوفها واللي هنتابعها مع بعض. ولحظة كده يقبل الجمبري، مش كده؟ هذه كمية الجمبري.
هينزل فيها كلها. وتقريبا ما بياخدش وقت. ان الجمبري من النوع اللي ما بيحبش السوا زياده، ما بيحبش النار على طول، او بس ما يلف ويحمر قبل ما يلف، بس يغير لونه على طول. تمام. يعني يا جماعه ما فيش تاني خمس دقايق كده، اقل من خمس دقايق. تمام. هي حاليا اول ما نزلناها بدات تغير في لونها، بدات تغير في اللون على طول. اه كده اظن ايه اتدور ولونه غير. بص اه يا جماعه، تعالي كده بره البخار. تمام. يلا تطلع حضر الرز. الرز حاضر وجاهز. ده كيلو ونص ده ولا كيلو؟ لا ده كيلو ونص. تمام. تمام. بكره قد ايه بقى التسخين ده؟ يتشوحوا بس مع بعض، يتشربوا مع بعض، يندمجوا مع بعض مش كده؟ اه. والرزيه تاخد ايه طعم الكاليماري والجمبري والبصل. بالظبط. على هنا كده. بص بص الكاليماري عامل ازاي؟ ايوه. بص يا جماعه، رز بالجمبري بالكاليماري. اتفضل. عايز تضيف يا شيف ابراهيم حاجه؟ اه كنت هضيف الورق اللورا. ورق اللورا يا جماعه والحبه هاي. بعد كده حطينا احنا التابل بتاعتنا كلها. تمام. تمام. بعدين هنضيف والملح اتظبط ولا لسه ما اتظبطش؟ لا لسه ما اتظبطش. درجه الغليان برضو بترفع نسبه الملوحه، درجه الغليان كل ما كل ما مش كده؟ اه ولذلك دايما حضرتك تاخد بالك منها ان انا بحط الملح بتاعي في الاخر، احط توابل، احط كل حاجه في الاخر خالص الملح. طب دي نصيحه من الشيف ابراهيم، ملحنا الملح بتاعنا يبقى دايما في الاخر، في اخر خط خالص. ميه البصل يا جماعه هيبدا يتعامل مع الرز مع بعض يا جماعه. وبرده وانت بتعمل يا استاذ ابراهيم لسه هنعمل احنا خطوه ازاي تعمل ميه البصل، لكن انت قول عباره عن ايه؟ عباره عن تخريط بصل كميه كبيره، وبعدين على حسب الكميه اللي معاك وعلى حسب الحله، بس على حسب ما تشيل. وبعدين نفضل نحمر زيب فيها لحد ما تتحرق. زبده وزيت ولا زبده زيت بس؟ زيت. وفي ناس بيضاف عليها التوابل في البيون، وفي ناس ما يضافش عليها التوابل لغايه الدرجه اللي هي البني الغامق. يا جماعه دي واحده مش محروقه يا جماعه، البني الغامق. واحد بيسالني امتى تمرر؟ لما تتحرق. ايه لما تتحرق خالص البصله؟ لا ما ينفعش. انا واحد بيقول لي انا عملتها ومررت، كان السبب ان البصله اتحرقت منك. يبقى كده البصله اتحرقت منه فعلا. تمام تمام. قلب لي بقى شوف الجمال بتاع الخلطه بالرز بميه البصل. طب سؤال يا ابراهيم، اتفضل. انا اقيس احط قد ايه ميه؟ في معيار ليك اكيد. انا انت بالخبره. لا انا مش خبره، والست البيت مش خبره. يبقى معيار مع عقله ونص مثلا. بص كده المعلقه معايا نضيفه ايه ونصحها. آه. تمام. اه كده اول الرز معانا، يعني تلتين المعلقه او تلتين المعلقه. هي يا جماعه باينه جدا، ثلاث ارباع المعلقه بمعيار بالظبط عقله ونص. تمام كده كده عشان يطلع الرز معاك مفلفل باذن الله، عشان مش كل شويه يحتاج ميه ازوده ميه كده يطلع معجل. لا هو معيار عقله ونص. تمام. الله. انا ايه رايك في الكلام ده؟ بسم الله ما شاء الله جميل. تمام تمام. الله ينور. بصوا يا جماعه، قطع الكاليماري وقطع الجمبري هو بدا يخش في السوى. اه خلاص. ممكن تقلب بقى دلوقتي ولا لسه؟ لا تقلب دلوقتي حالا كده مع بعضين. طبعا البخار يا جماعه مداري جمال الرز. اللهم صل على النبي. ياخد وقت قد ايه يا ابراهيم؟ ممكن تشوف العقده بتاعته؟ كده خلاص، كده بالظبط اقل من 10 دقايق. تمام. كده اقل من 10 دقايق. ونتابع يا جماعه. شوف اخر مرحله. طبعا يا جماعه نحط ورق الالومنيا عشان يكبر ان شاء الله عليك. كده قلنا كيلو ونص رز. تمام؟ 3 كيلو رز. وكيلو ونص كاليماري. وقد ايه جمبري؟ كيلو ونص. اتنين جمبري. يبقى بسم الله ما شاء الله. كم عبوه دول؟ كم قارب؟ 25. 25 قارب يا جماعه زي ما احنا شايفينه اهو. ان شاء الله هيبدا يعبي بيهم الشيف ابراهيم
يا اخي وحشني وشك يا اخي وريني كده حبيبي. على فكره يا جماعه ريم من النوع الخجول جدا، واجمل حاجه فيه ان هو شاب محترم وخجول. اتفضل يا ابراهيم. الحمد لله يا جماعة تم تعبئة 25 طبق، وهو هيبدأ فايت كمان رز، هيبدأ يزود لغاية لما يخلص الكمية كلها. طبعا طبعا يا جماعة يحلاش الكلام إلا لما يكون الرز سخن كده، واحد هيتحبى ويتلف من الاسترتش، والف هنا وصحه. تمام، وهنبدا يا جماعه نحطه في شنطه، كل عبوه في شنطه. وده يا جماعه اسماك